حوار اليوم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حوار اليوم. يمثل التعاون الدولي بعدا مهما بين أولويات وزارة الموارد المائية والري لتعظيم فرص الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات، خاصة مع الاتحاد الأوروبي. ومعنا الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، لنتعرف على المزيد. دكتورة إيمان، ما هي أهم مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الري وتكنولوجيا المياه؟ الحقيقة الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية اللي بيتعاونوا مع وزارة الموارد المائية والري في عدة مجالات. بدأ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في وضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية وتصميم الخطة القومية، ودي كانت بمشاركة 9 وزارات. والحقيقة الاستراتيجية دي هي اللي الوزارة ماشية عليها حاليا، وخدت في اعتبارها محاور وأبعاد هامة جدا، وكان التعاون مع الاتحاد الأوروبي له أثر جيد. حاليا في برنامج تعاوني لتعزيز ودعم وبناء القدرات مع الاتحاد الأوروبي في مجال المياه والطاقة المتجددة. ده مشروع دعم فني بيتم من خلاله تنفيذ عدد من الأنشطة، أهمها تدريب المهندسين والعاملين في الوزارة على طرق استخدام التكنولوجيا الحديثة والطرق الحديثة في إدارة الموارد المائية، بعض المسائل القانونية والضبطية القضائية للمهندسين الري، وإزاي يقدروا يحافظوا على القانون وعلى إزالة المخالفات طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في التشريعات. في برضو حاليا تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات التنفيذية، منها مشروع مصر تأطير و تطوير مصرف كيتشنر. ومشروع مصرف كيتشنر ده كان حلم أكتر من محافظة، بيخدم 6 مليون نسمة في 3 محافظات، الغربية والأهلية وكفر الشيخ. وحيتم من خلال منظومة المشروع ده تعاون بين وزارة الإسكان، هيتعمل منظومة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وزارة التنمية المحلية هتعمل أنشطة خاصة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وزارة الري هتأهل المصرف وحتقوم بإدخال نظم الري الحديث في المنطقة، وده هيعود بالنفع على المزارعين سواء عن طريق استخدام الري الحديث وتطوير الري في الزراعة، وعن طريق برضو تطهير المصرف ورفع نوعية المية وتحسينها، وده له بعد اقتصادي وبعد بيئي وبعد اجتماعي قوي جدا على السكان في 3 محافظات. دكتورة إيمان، هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث قدم الاتحاد الأوروبي منحة لمصر لتطبيق نظم الري الحديث، نتعرف على هذه المنحة. الحقيقة فعلا الاتحاد الأوروبي حاليا بصدد تقديم برنامج 120 مليون يورو لمصر لقطاع المياه، ده بيتشارك فيه وزارة الري وزارة الزراعة والإسكان. يمكن وزارة الري هيكون لها جزء كبير لإدخال نظم الري الحديث، وإزاي ممكن ندعم المزارعين بتوعنا أن هم يطبقوا نظم ري حديث يرفع من كفاءة الإنتاج بتاعهم ويحسن من دخلهم، وبرضه بيرفع كفاءة استخدام المية، وبيرفع من نسب إعادة التدوير عن طريق أن احنا برضه هنستخدم مياه الصرف الزراعي في إعادة التدوير. الاتحاد الأوروبي حاليا مقدم لنا مقترح أنه يبقى فيه زيارة ميدانية لدولة أسبانيا. احنا عارفين أن دولة أسبانيا من الدول المتقدمة في استخدام طرق الري الحديث واستخدام الزراعة الدقيقة، وإزاي ممكن عن طريق استخدام الصوبات الزراعية نرفع الإنتاجية وما نديش للنبات ري إلا لما بعض المؤشرات بتقول أنه التربة في حالة احتياج للري. الحقيقة الزيارة الميدانية هتطرق أنه عدد كبير من مهندسي الوزارة يزوروا الأماكن المتقدمة وإزاي ممكن نستفاد منها. في تعاون مع الاتحاد الأوروبي في استخدام تكنولوجيا الاستشارة عن بعد في متابعة المحاصيل وتحسين طرق توزيع المية، عن طريق أن احنا بنتابع نمو النبات وندي المية ونوزعها في الجمهورية كلها طبقا للنمو الخضري للنباتات المختلفة. دكتورة إيمان، إلى أي مدى يمكن للانفتاح على التجارب والخبرات الدولية أن يكون آلية مهمة بين أدوات تطبيق الإدارة المتكاملة لملف المياه؟ الحقيقة الانفتاح على الدول الخارجية والاستفادة من خبراتها هو بالفعل الآلية الفعالة في تحسين إدارة الموارد المائية وتفعيل أساليب الإدارة المتكاملة. يعني طرق الري الحديث كان متعارف انه في عزوف عنها، وان المزارعين في الدلتا
بيخافوا يطبقوا رأي حديث، إنما بالاحتكاك مع دول ومنها الاتحاد الأوروبي وغيرها، وبننقل الخبرات وبننقل التجارب، بدأ بعض المزارعين يطبقوا نظم الرأي الحديث في الأراضي القديمة، ودي أثبتت بالتجربة إن في إنتاجية عالية وفي عائد على المزارعين، والتجارب دي بدأت تنتشر، ويمكن عن طريق المسابقات اللي بتنظمها وزارة الموارد المائية والري بنشوف نماذج مضيئة في الجمهورية كلها، وعن طريق مؤتمرات الروابط اللي بتتبناها الوزارة بتتبادل الخبرات وبيحضرها شركاء التنمية، الاتحاد الأوروبي، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، كل دي منظمات عندها خبرات وعندها تجارب بتنقلها للمزارع المصري، ولما بيجربها بنفسه بتثبت جدارتها، وهو ده الطريق ان احنا نحقق الإدارة المتكاملة، انه يبقى فعلا ننتقل من مرحلة التخطيط الى التنفيذ والتفاعل مع المزارعين. وفي النهاية نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وتحياتي عاطف عبد الشافي. حوار اليوم.